يسعدنا ويشرفنا وجود حضراتكم معانا إن شاء الله في اليوم العالمي للإيدز، وإن شاء الله هيعقد في يوم 11 ديسمبر في سيتي ستارز انتر كونتيننتال، ويشرفنا وجود حضراتكم جميعا. اليوم ده دايما بنحتفل أو بنقيمه كنوع من التوعية للحد من انتشار هذا المرض، واللي يعتبر وباء عالمي زيه زي أي وباء تاني بيظهر. ولزيادة التوعية أو الوعي لتجنب طرق انتقاله والتوعية بيه حتى نصل إلى مرحلة عدم وجوده تماما، خصوصا أنه أصبح من الأمراض التي يمكن علاجها. كان في البداية الناس بتترعب من هذا المسمى لأن ما كانلوش علاج، لكن حاليا الحمد لله موجود له علاج، لكن هذا لا يعني ان احنا نستهين به. فبالتالي التوعية مهمة جدا. الحاجة التانية ان احنا عايزين نقول لزملائنا والاطباء الشبان ازاي ان احنا نساعد على التشخيص المبكر له، لان كل ما شخصنا المرض مبكر بيكون العلاج اسهل وفرصة التعافي منه بتكون اسرع قبل ما يأثر على باقي أجهزة الجسم أو يدمر جهاز المناعة. الحاجة التانية برضو اللي بنبقى عايزين نوصلها إن إحنا ندعم هؤلاء المرضى ونقول لهم إن إحنا معاكم، ولا داعي لأن يكون هناك تمييز ما بين هذا المريض ومريض آخر، وكل واحد من حقه إن ياخد الخدمة الصحية كما ينبغي وعلى أكمل وجه. وبرضو يحضرني بالضرورة هنا إن إحنا نؤكد على ضرورة الفحص ما قبل الزواج، لأن الحقيقة في مرضى بيقعوا ضحايا لعدم الإفصاح من الشريك أو من الشخص المتقدم إنه يكون عنده هذا المرض، وبالتالي طبعا هو بينتقل عن طريق الممارسة الجنسية. فبالتالي الفحص قبل الزواج انا شايفاه او بالتاكيد وكل بياكد عليه ان هو مهم جدا، من اهم النقاط اللي المفروض ان احنا نعمل استرس عليها علشان نحد من انتشار هذا المرض. الحاجه الثانيه، الفحص برضو لهذا الفيروس لابد من عمله لكل السيدات الحوامل، شانه شان الفيروس الكبدي بي، علشان نقلل فرصة انتقال المرض من الأم التي تحمل هذا الفيروس لجنينها. طبعا برضو لازم كلنا نكون عندنا فكرة إيه المجموعات اللي المفروض نعمل لها فحص لهذا الفيروس أو لهذا المرض. يعني كل المرضى اللي عندهم درن أو مرض السل الرئوي المفروض إن احنا نعمل لهم فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة. كل اللي عندهم التهاب كبدي بي او سي برضو المفروض ان احنا نعمل لهم فحص هذا الفيروس. وللاسف اخطر نقطه واصبح اكثر وسيله لانتقال هذا المرض اللي هو اخذ المخدرات عن طريق الحقن. فبالتالي اي انسان يكون بيتعاطى مخدرات عن طريق الحقن فهو المفروض يعتبر من الفئات المستهدفة للفحص هذا الفيروس نشوفه عنده ولا لا، لأنه كل زي ما قلت لحضراتكم كل ما بنكتشف في البداية بنقطع حلقة الانتقال بالعلاج المبكر لهذا المرض. زي ما قلت قبل كده السيدات الحوامل كلهم المفروض ان احنا نعمل لهم هذا الفحص. الناس اللي هي بتبقى موجوده في ما عندهاش اماكن للايواء او في اماكن مجتمعه مع بعضها برضو المفروض ان احنا نعمل لهم هذا الفحص، وفئات اخرى كثيره. لكن انا الحقيقه لازم احط يعني اضغط على ضروره الفحص ما قبل الزواج، فحص السيدات الحوامل، وفحص متعاطي المخدرات عن طريق الحقن، ولان دي كلها هتؤدي في النهايه للاكتشاف المبكر وبالتالي تقليل فرص انتقال العدوى بهذا الفيروس. أتمنى لحضراتكم إن شاء الله أن أنتم تشاركونا اليوم ده ويكون يوم علمي مثمر، أن هو فيه محاضرات بتغطي جميع جوانب هذا المرض اللي هو مرض نقص المناعة المكتسبة. إن شاء الله نستفيد كلنا مع بعض فيه ونطلع منه بتوصيات تفيدنا جميعا في ممارستنا الطبية. شكرا لحضراتكم.
وفي انتظار تشريفكم ليا.